هناك مباراة بين المنتخب النسوي لكرة القدم المغربي والمنتخب الجزائري لكرة القدم النسوي. هذه المباراة ستلعب ذهابا وإيابا في إطار تصفيات كأس العالم للمنتخبات النسوية أقل من 17 سنة، لقاء الذهاب في الجزائر ولقاء العودة سيكون في المغرب بعد أيام. حسين، نحن اليوم شحال تاريخ لنا؟ ثلاثة. المباراة مازال عليها تقريبا أسبوع أو ثمان أيام أو شيء من هذا القبيل. سنرى إن كان المنتخب المغربي النسوي سيأتي بتلك الخريطة الوهمية. لن يغامر أبدا المغاربة بوضع الخريطة الوهمية على أقمصة منتخباتهم الوطنية، لأنهم يعلمون بأن قوانين الفيفا واضحة صارمة وجلية، وبأن لا يد لهم في الفيفا. تخيل حسين أنهم يأتون بتلك الأقمصة وتلك الخرائط، مباشرة الفيفا ستعلن الفريق المغربي خاسرا في النتيجة. ما قاله الإعلام الجزائري عن مواجهة المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة ضد المنتخب الجزائري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. وسترى كيف سيتعامل المغرب الآن مع هذه المباراة ومع الفيفا، لأن المغرب يعلم جيدا بأن الطرف الذي سيفصل بين الجزائر والمغرب هي الفيفا، لذلك لن يأتي بأي خريطة وهمية على قمصان المنتخبات النسوية. ولكنه عندما يتعلق الأمر بالكاف فإنه يعيث فسادا، لأنه يعلم بأن هذه الكاف هي هيئة مختطفة، هي هيئة تسير بريموت كنترول، هي هيئة مقرها في مصر ولكن قراراتها في المغرب. سننتظر وصول المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة وسترى بأنه سيواجه الجزائر بدون أي خريطة، لأنه يعلم بأن الطرف الذي سيفصل بينه وبين الجزائر إن أتى بتلك الخريطة هو الفيفا، والفيفا لا تتسامح أبدا في مثل هذه الظروف والقوانين. قوانين الألبسة في الفيفا واضحة وبالصور موجودة، طلعت على القانون بالصور موجودة، يعني بدلة رياضية وفيها خريطة ووضعنا لها علامة في، يعني هذا القميص ممنوع منعا باتا في قوانين الفيفا. سيكون المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة مقبل على مواجهة المنتخب الجزائري في إطار الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وتأتي مواجهة المنتخب المغربي النسوي ضد المنتخب الجزائري في ظروف استثنائية بعد واقعة نهضة سبركان ضد نادي اتحاد العاصمة وانسحاب الأخير فيما باس يعرف بقميص خريطة المغرب، حيث أنه من المتوقع أن يحدث نفس الأمر مع المنتخب المغربي النسوي في حال قرر اللاعب بقميص يحمل خريطة المغرب، حينها سنرى انسحابا شديدا للجزائر أمام المغرب بعد كل من نادي اتحاد العاصمة والمنتخب الجزائري لكرة اليد إلى جانب منتخب الجمباز.